كتيرة جدا، فمعليش انا يعني هاخد اجابات سريعه منك على كل النقط اللي عندنا النهارده. يعني تصريح المستشار مرتضى منصور في نهايه الموسم انه ميدو هيتولى مع جهاز فني كامل، كابتن طارق مصطفى، كابتن سامي الشيشيني، كابتن سمير يوسف مدير كوره، شايف انه ده تصريح سابق لاوانه وانه ممكن ياثر الفتره اللي جايه على اللاعبين وتعاملاتهم مع فيريرا، وهل سيؤثر كمان على فيريرا شخصيا ولا لا؟ هو يعني انا اول ما شفت التصريح هو تصريح صادم، انا برضو اتخضيت يعني، لا ما هو في كده وفي صعب ان حد يقول له انت شغال يقول لك لا انت المدرب هيمشي في مدير فني جاي جديد والجهاز الفني. كان يوميها اتكلمت مع كابتن اسماعيل يوسف بالليل، قعدنا اكتر من ساعه نتكلم مع بعض. انا فاكر كابتن ثلاث ساعات يا استاذ، مش ساعه. فاتفقنا ان برضو ان المستشار مرتضى مختلف، هو بتاع الجديد يعني، هو بجد مش هو تحس ان هو بيعمل حاجات غير تقليديه. فان هو يعلن الجهاز ده ممكن يكون مقبول بره، اول مره تعمل هنا ان انت بيقول لك لو جهاز هيمشي انا جايب فلان ومرشح فلان. هي دي ليها ميزه وليها عيب. ميزتها ان انت بتقفل الباب على اي جهاز عايز بيفكر انه هيجي. وميزتها ان انت دلوقتي امبارح ان الزمالك كسب يعني، هو دايما الناس قالت لك اللعيبه هتفك، بيقولوا 17 لعيب. انا سالت المستشار مرتضى منصور قلت له بتقول انت 17 لعيب ممكن لعيبه، خلي قصه اللاعبين دي على جنب شويه ماشي. دلوقتي لان عندنا فيها كلام كتير ماشي، لكن هي عموما كجهاز فني هي في الظاهر ان هي تخض، في الظاهر ان هي تخض. كنا بقول لك اتكلمت انا وكابتن اسماعيل يوسف كتير، قال لك طب هي جديده، هي جديده انا بقفل الباب لو حد تاني بيفكر لو لو لو، واخد بالك؟ هو بيتعامل بمنطق احترافي زياده عن اللزوم. هو دي اول مره، يمكن هي الغرابه ان هي اول مره في مصر، بس العبره في الاخر برضو انت بالنتائج وبالحاجات الملموسه. انا ما شايف ان الزمالك متصدر الدوري بفرق 11 ل 14 بونت، وان الزمالك الاقرب للدوري، الزمالك ماشي في الكونفدراليه، الزمالك شكله بقى فرقه كبيره بقى خلاص. ده اللي الجماهير في الاخر مياما ادارات وعملت وسوت يعني، قبليه كان 7-8 ادارات وبيتكلموا بالمنطق والعقل، والواحد زائد واحد يساوي اثنين، ما خدوش حاجه، فايه المانع؟ يعني انت شايف انه تصريح مقبول في وقت الزمالك فايق، فما فيش مشكله، خاصه ان الراجل كمان فيريرا اعتقد بيتعامل بمنطق احترافي جدا. هو كلام هو هيكمل او مش هيكمل؟ كلامك صح، بس بين قوسين جديد، هو تصريح جديد فايه، فالنتائج اللي هتبان بعد كده هي اللي هتجاوب على السؤال يعني. هي الاهم ان هو جديده سواء اهلي او زمالك او اي حد يعمل الكلام ده يعني. اللي خرجوا انتقدوا ومنهم زمايلنا كتير قريت لهم مقالات يقول لك لا هتاثر على الفريق وهتاثر على الجهاز الفني وهو الكلام ده، لا دي انا ما شفتوش. ليه؟ اكمل سؤال حضرتك ان فيريرا اصلا هو راجل محدد نفسه ان هو 30/6 نهايه عقده، 30/6 عقده يخلص، فهو الراجل مش عايز، هو حتى يعني كلامه مع مستشار مرتضى منصور انه مش هيكمل خلاص نهايه الموسم، مش هيكمل هو ولا لسه الباب مفتوح؟ ما هو الباب مفتوح، بس انا بقول لك اللي هو الكلام اللي كان قبل كده ان هو حتى العقد كان بيبقى كان عايزينه يبقى سنه ونص، قال لهم لا انا هو لغايه 30/6 بس. انا راجل ما معناه يعني انا كبرت، انا عندي مجموعه خبرات، انا عايز اخد بطوله مع الزمالك واعتزل التدريب واختتم حياتي. وبعدين هو مش راجل بتاع انه يروح الكونغو ويجي ومش عارف والحر والكلام ده، وراجل يعني ايه قاعد يعني طول عمره في اوروبا وبتاع، اعتقد السن كمان هو ملوش في الكلام ده. لكن انا بقول لك وباكد لك هو لو عايز هيبقى في ترحيب جامد يعني. مش المعلومه اللي كانت موجوده او الخبر اللي كان موجود انه مش حابب الحياه في مصر او المعيشه في مصر. لا هي انا عايز اقول لك يمكن محدش يعرف ان مراته جت امبارح او اول امبارح، ودي تاني زياره ليها. هما كانوا بيقولوا ان مراته هي اللي رافضه، يمكن هي في مراته اللي كانت في الاساس اللي مش عايز العقد يبقى طويل كبير لغايه ما يشوف الوضع، لكن مراته جت القاهره وحبها. هو انا اتكلمت معاه زي اي حد اجنبي بيجي، قال لك انا يعني انا السواقه دي انا ما شفتش سواقه في مصر غير كده يعني، قال لك انا اي لفيت العالم ما شفتش نظام في الشوارع والعربيات ده زي النظام اللي في مصر او الكلام ده، والزحمه هو متضايق من الزحمه، متضايق من طريقه السواقه طبعا، قال من 7 المستحيلات ان انا اسوق في شوارع القاهره، لكن بالمجمل حابب العمليه. والاهم الجهاز المعاون اللي معاه حابب قوي ان هو يقعد كمان يعني حابب الجهاز اللي معاه المعاون معاه حابب ان هو يقعد، بس هو القرار في الاخر وفي الاول وفي الاخر هيبقى لفريرة يعني، ولا في نادي الزمالك ولا المجلس الاداره ولا الجهاز المعاون. هو الراجل لو حابب يقعد هيبقى تمام عشان هو الراجل اضافه يعني. طب يعني بشكل تقدر تحسم الموضوع ده بشكل نهائي، فريرة باقي ولا هيرحل؟ ما انا بقول لحضرتك هو حتى هذه اللحظه هو مش عايز، لكن هو واخد القرار واخد القرار بس مش بصفه نهائيه. بس انا في تصوري
وان ياخد الدوري بفارق كبير وان يكسب الاهلي اذا حدث يعني ده اعتقد انه هيبقى عدو اجباري، هتلاقي ضغوط كبيره قوي من الجماهير ان هي ان هو وشايف ان مستوى المنتدى او مجلس اداره نادي الزمالك ممكن يقبل ان فيريرا يكمل يكمل الموسم القادم بعد التصريح اللي حصل ده؟ لا عادي اللي هو المجلس ولا معادل المجلس المجلس لا تصريح لا ما تصريح حضرتك بتقول لي انه عقده ينتهي 30/6 يعني هيبقى تفاوض جديد على عقد جديد مع بالظبط بالظبط هو يعني هو التفاوض هي القصه مش هيبقى فيها المشكله، المشكله ان القرار وكانت واضحه من مجلس اداره نادي الزمالك ان القرار في ايد فيريرا مش في ايد اي حد تاني، هو لو حابب ان هو يكمل بعد الانجاز اللي عمله مع الزمالك دوت المجلس بيرحب، وقصه مش فلوس خالص يعني بعيد عن الفلوس نهائي يعني عشان طلعت اشاعات والكلام ده على الفلوس والحاجات طيب دي. نروح على الجانب الاخر فضل. ميدو يعني كابتن احمد حسام ميدو في الفتره اللي تولى فيها مع نادي الزمالك يعني حصل على المركز الثالث في ترتيب المسابقه، فاز ببطوله الكاس، خرج من دوري المجموعات يعني 19 لقاء في الدوري المصري فاز في 9 لقاءات وتعادل في 5 وخسر في 5 لقاءات، في الكاس فاز بالكاس طبعا 4 لقاءات فاز في 3 وتعادل في لقاء، في بطوله الدوري لعب 10 لقاءات فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر لقاءين، يعني مجموع البطولات حصل على بطوله من 3 بطولات، قدر انه يحقق بطوله لنادي الزمالك لاول مره في تاريخ ميدو انه يتولى مسؤوليه نادي ونادي بحجم وقيمه نادي الزمالك، اعتقد كان حاجه كبيره جدا جدا لميدو. شايف في الفتره دي ميدو يقدر يسيطر على اللاعبين الموجودين؟ خاصه انا عندي معلومه الحقيقه من داخل نادي الزمالك انه هناك بعض الاعتراضات من لاعبين بعينهم كباتن الفريق في نادي الزمالك، مش يعني حابب ان انا اقول اسماء عشان لا يعني دي حاجه زي ابراهيم صلاح زي حازم امام زي بعض الاسماء بترفض وجود ميدو الفتره اللي جايه. لا هي برضو بالنسبه للاسماء هو اللعيب مهما كان مش من حقه ان هو يعترض او ما يعترضش، دي مش بتاعه اللعيب وانت لعيب وفاهم مش من حقك انت كنت لعيب بتعمل ما انا بقول لك ما انا بقول لحضرتك يعني بصراحه انا اقول لحضرتك هي حصلت فتره من الفترات ان جيل اللي هو بتاع عبد الواحد السيد وفتح الله والكلام ده راحوا لل تصور الدكتور كمال درويش او الدكتور كمال درويش قالوا احنا مش عايزين حسام حسن في المجلس المعين تمام. بس ده انا وارد ان انا اتكلم مع اللعيبه بس هو ما ينفعش اللعيبه هي اللي تختار الجهاز الفني وانا انا مش شايف انا مش متاكد من كلام حضرتك هو ده يعني اللي هو ان كابراهيم صلاح وحازم والكلام ده الكلام كتير بيتقال انا مش عارف ان هو صح او لا وهو سابق لاوانه عشان ميدو لسه ما جاش بس انا عايز اقول ان انا هنا في على الكرسي ده كنت اكتر الناس معترضين على ميدو. احنا دلوقتي نقدر نتكلم ونبرر يعني انا شايف دايما استاذ احمد الحقيقه انه الكلام في توقيته بيبقى مناسب جدا ولكن طالما انه الباب اتفتح من مجلس اداره نادي الزمالك وصرح ان ميدو في احتماليه يبقى يجي يبقى احنا ممكن نتكلم في انه قوي يعني مشواره مع نادي الزمالك ممكن يبقى لا ما انت مجهز اهو مشوار ميدو ده انت جاي ومجهز ده انا عايز اقول لك انا في المكان ده انا اكتر واحد هاجمت ميدو وقلت ان هو بدري قوي وقلت ان هو كان يجي مع مدرب اجنبي يكتسب خبرات وقلت انا يمكن انا في الفتره دي يمكن انا كان حتى في خلاف بيني وبين ميدو لكن اتقابلنا وقعدنا انا شايف ان هو اتغير بقى اكثر هدوءا يعني انا كانتش تعجبني تصريحاته اللي على طول على تويتر تصريحاته حتى مداخلاته بيدخل الشمال على طول كانت حاجات كده كانتش عجباني المدير الفني للزمالك لازم يبقى هادي لازم يبقى راكز لازم 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 دي يمكن انا قلتها انها بتتعوض بالخبرات اللي معاه يبقى معاه كان معاه كابتن محمد صلاح طبعا كابتن برضو يعني كابتن اسماعيل يوسف اسماعيل يوسف وطارق مصطفى طارق مصطفى فنيا كويس قوي هيساعد في الحته دي قوي كابتن اسماعيل يوسف ماسك الحته الاداريه جامد فالمهمه هتبقى اسهل من المره اللي فاتت واللعيبه غير اللعيبه اللعيبه غير اللعيبه يعني ميدو حقق الانجاز والكاس والكلام ده كانش فيه اللعيبه دي فالعملية بس كان معاه جهاز فني برضو يعني محترم ليه اسمك محترم مش حاجه لا تمام كابتن احمد عبد الحليم كابتن هشام ياكل وكابتن طارق السيد في وقت من الاوقات كنا بقول لك هو جاب كاس مصر بس انا بقول لك هو المره دي حتى بقى اكثر هدوءا باكثر عقلانيه يعني التصريحات الكتيره على الفاضي وعلى المليان دي هديت شويه وبرضو الكلام لسه بدري القصه لسه ما اتحسمتش خلي بالك يا استاذ احمد انت مطالب الموسم القادم ان نادي الزمالك ينافس على يعني هيحصل على الدوري المصري السنه دي بنسبه كبيره هيلعب يدخل دوري ابطال افريقيا هتبقى مطالب من جماهير نادي الزمالك انك تحصل على هذه البطوله يعني حاجات كتيره جدا هتبقى مطالبه من جهاز فني طبعا ميدو يعني ليه كامل الاحترام بخبراته الكبيره والحقيقه عجبني الفتره اللي فاتت انه حاول يثقل نفسه كمان من خلال خبرات من خلال معايشات بره او دراسات اعتقد انها افادته كتير وهدوءه كمان اللي تفضلت وقلت عليه ولكن انا بتكلم على تعامل ميدو الفتره اللي جايه مع طب خلينا ناخد في كابتن ايمن يونس